خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد و ايه الاخبار يا ناس حلو عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في ستريم النهارده ورمضان كريم. اخيرا رجعنا تاني، رمضان رجع، حدوتة السحور رجعت، ولازم امسي عليكم الاول قبل ما نبدا في الساعه بتاعتنا. مساء الخير، مساء طيبين، رمضان عندكم بكره، عندي بعد بكره، فانا بكره فاطر، فبكره هعمل ان شاء الله ستريم على الظهريه كده، بشرب فيه ميه، اللي عايز يجي ينور. اهلا وسهلا، لا بهزر طبعا، بس ايه الاخبار وعاملين ايه؟ وانا سايبكم بالسلامه النهارده. انا بجد بكره عندي مش رمضان، بكره عندي اسمه ده، بكره عندي عادي، لان الرؤيه ما ثبتتش هنا يعني. بس منورين، مبسوط جدا ان الفيديو بتاع النهارده عجبكم، اللي ما اعرفش واللي ما خدش باله النهارده رجعت للقناه والفرق في الحجم ظهر، فالحمد لله. غير كده مش واخدين بالكم من حاجه؟ انا ساكت كده، مش واخدين بالكم من حاجه؟ طب استنى كده، Alexa office AC on. لا مش وش اللي نور، لا التكييف شغال ومروحة شغالة، مش واخدين بالكم من حاجة؟ المايك ظبط أخيرا، كارت الشاشة وصل، كارت الشاشة وصل بتاع ام اس اي. بقول لكم ايه، انا بجهز لكم الريل او الفيديو اللي هينزل، اللي هو هيبقى فيه جيفاوي. خلاص الكسا اوفيس اي سي اوف، مش محتاجه انا، بس بوريه الكسا اوفيس اي سي اوف. دي اهم حاجه بالنسبه لي عشان الصيف داخل، اشغل التكييف براحتي ولا اخاف بقى في التسجيل ولا في اي حاجه ان يبقى في صوت هواء. الحمد لله. المهم في ريل شغال عليه، يوافقوا عليه بس هنزله. ها الريل ده بتكلم فيه عن ازاي تكسب يا اما كارت شاشه، ها ركزوا، ها عشان ده عايزكم تستفادوا منها، يا اما كارت شاشه يا اما جهاز بي سي في ار تي اكس 4080 يا اما اكواد ستيم. ماشي، ف تظبيط التظبيط يعني، بس هينزل على انستجرام وعلى تيك توك. اوكي، بس الفكره ان ال الستريم كمان المفروض الكواليتي تبقى احسن شويه، لغايه بقى نشوف بقى موضوع ان هم يدوني اسمه ده، بس لسبب ما في فريمات بتقع، بس الفريمات دي مش من كارت الشاشه، الفريمات دي من او بي اس. عندي في حاجه غلط، في حاجه غلط عندي في السيستم، فكر افرمت الويندوز وانزل ويندوز جديد على الجهاز ده، ممكن اعملها يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء وانا عندي اجازه كده. المهم، فايه الاخبار عاملين ايه؟ انا سابق في ستريم النهارده. الكواليتي بقت احسن بكتير زي ما انتم شايفين. غير كده عايز اوريكم برضو فيديو النهارده، عايز اطلع لكم بس في لقطات الجدول عشان تعرفوا رمضان هيمشي ازاي، اللي مش عارف يعرف. انا مش عارف ايه ده، ايه ده، مين ده؟ not interested. انا جوجل كروم عمل لي ساين اوت من كل حاجه، من كل حاجه، انا مش فاهم ليه والله العظيم، عمل لي ساين اوت من كل حاجه خالص. ماشي، بص يا جماعه، جدول رمضان كالتالي. استنى، كالتالي، انا ده موجود في الفيديو، موجود في عنوان في تكست الفيديو. انا تويتر عندي برضو مش شغال، شغال على الموبايل مش شغال على البي سي. ماشي، ده مش تهكير. المهم يوم الحد، تمام، هيبقى حد ايام زمان، بس بكره هينزل لعبه قديمه. ماشي، بعد كده من الاسبوع الجاي هيبقى حد، هو حد ايام زمان. يوم ورجعنا لجدول تاني. ايه يا اسطى، ما انا منزل فيديو النهارده، اتكلمت كده كل يوم فيديو، ما تقرا يا اسطى. ايه يا جماعه، في ايه، ايه ده، ايه ده؟ مهم، يوم الحد حد ايام زمان، يوم الاثنين ميمز وكده، يوم التلات اجازه، يوم الاربع اجازه، يوم الخميس واقع افتراضي، يوم الجمعه بلوجات عمان، ويوم السبت هيبقى منتجات يابانيه. الكلام ده الحد والاثنين والخميس والجمعه والسبت، الفيديوهات الساعه 9 بالليل بتوقيت مصر. طيب ما فيش جيمنج يعني، دي خالتي ودي عمتي، انا مش فاهم يعني دول ايه يعني، يعني حد ايام زمان وواقع افتراضي دول ايه يعني، دول ايه والله. بس ف بس اسمه ده، فده الجدول بتاع رمضان ان شاء الله. غير كده حددت السحور كل يوم الساعه 11 بالليل بتوقيت مصر، وبيستي ومنبه كل يوم الساعه 4:30 بتوقيت مصر. ماشي، بس دول جيمنج مش جيمنج. وميرو. المهم غير فاسمه ده، فدي الفكره واللي فيها. غير كده كمان اللي برضه ما اعرفش، كل سنه بنتبرع بالفلوس
في الناس تستاهل او كده، وبنقرر في اخر رمضان مين الناس اللي تستاهل. اعتقد السنه دي مش محتاجه كلام، الفلوس ان شاء الله باذن الله هتروح لاخواتنا في غزه، ماشي؟ فباينه اخواتنا في غزه يستاهلوا اكتر من اي حد، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبرع بالفلوس لجمعيه تكون موثوق فيها في عمان ان شاء الله. فبس المهم، ف كل سنه طيبين، رمضان كريم، وهعمل حركه بقى ما اعرفش عملتها السنه اللي فاتت ولا لا، بس هعملها المره دي عشان مستفزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوك تايمر ابدأ ساعة. بيستي ومنبه جايلكم هنا، جايلكم هنا، ويلا بينا. ها لعبة كليم، ماشي؟ ان شاء الله تعجبكم، ستايل زي العاب فرامبو والحاجات دي. ويلا بينا، ابدأ المنبه وابدأ اللعبة. هاي انت اصحى وجيب الجمال، جيب لي الجمال. ايه الصعوبة دي كده؟ بيوتي جو تو بيج بترفلاي بترفلاي بترفلاي. ماشي اوكي. ايه الضلمه دي؟ اوكي. ده في سوسته في قفايا، حطيت بحط حاجه في قفايا. ماشي انا بس بتاكد، بس لو باللعبه فيها نظام الهنتس وكده. في باب هنا، ايه ده؟ اوكي في باب لي مفتاح، ما يعني بقى دي هي. نطلع فوق. لا اللعبة منورة اهي، بس في حاجة بس عايز اعملها. بس ازاي اعملها؟ ايوه 8 او 7 بس كده. خدت ازاز الزيتون باين ولا ايه ده؟ يلو جرين بس لا ده سائل اخضر غريب. اوكي والورقه اللي مكتوب عليها جيب لي الجمال دي، دي اسمه ده، دي مش انا اللي كاتبها. في هنا درج محتاج مفتاح، درج تاني محتاج مفتاح، وفي هنا فتحة فور، ما اعرفش تفرق في حاجة ولا لا. اوكي منورين والله، والله اشتغل، والله اشتغل. هو ده دبدوب؟ هو في بوظة احط جواها، مرضيش كنت احط جواها السائل اللي هنا ده. لحظة القطة دي فيها مفتاح، ايه ده في حاجة بتتكتب؟ Next to the clock is a photo of a cat or maybe it was a painting I don't really know how to tell the difference. ايه ده الشيء اللي بنلعب بيه ده؟ ما اعرفش الفرق ما بين الرسمة وما بين الصورة. في ساعة هنا. اوكي. خدت حاجة. ايه ده؟ اوكي، بيقول لك ده برطمان ازاز جواه حاجات حادة غريبة اللي هي مسامير يعني. ما انا مسامير. وفي هنا لوحة بايظة. اوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه مش فتح يوتيوب؟ ببعد عن الأطفال. في كتاب هنا ممسوح، في هنا بيانو. اوكي احنا النهارده بنكتشف مليون نوع لغز. في هنا حاجه شبه باب، في حاجه ليها فريم، وهنا في باب مقفول وتحت. طلعنا بره البيت. فراشه، فراشه. هو عايز مني فراشه، ما اعرفش مين عايز مني فراشه. هو في حد قال ان هو عايز فراشه؟ داخل جوه البيت ولا بيتهيألي؟ طب انا داخل جوه البيت. كنت طيب عبده، منور عبده الستريم. طيب خلونا نكمل بس جوه البيت، بس نفهم ايه اللي موجود.
عشان نبقى عارفين كل حاجه فين عشان نعرف الالغاز اتجاب منين. في باب على اليمين هنا، ما اكيد لو عزفت نوته معينه، مش يمكن، هو اكيد لو عزفت نوته معينه الباقي البتاع هيعمل حاجه. ايه ده؟ بتهزأ. في حد بيقول لي ما ترجعش غير لما تجيب الحاجه اللي هطلبها منك، اللي هي الفراشه. الاستريمات هتنزل كل يوم على يوتيوب يا جماعه، بعد يعني بعد ال 24 ساعه تقريبا هتنزل على يوتيوب، او تنزل قبل المغرب بشويه او وقت المغرب كده يعني. ده باب مقفول. اوكي، ليه بعمل كده؟ عشان نتسلى في الاستريمات. ده اقول اسمي ولا اي حاجه؟ حدود، انا العب بحدود. هو احنا جينا من اي باب؟ ده باب مفتاح برضه. اوكي ماشي. طب يا عم بنلعب بدميه غريبه، حد بيامرها ان هي تعمل حاجات، ودلوقتي طلب منها الجمال، والدميه استيعابها او فهمها بطيء شويه، ما تفهمش كل حاجه بسهوله. اخدت شنيور، وفي حاجه هنا ممكن اعملها في البنش. اوكي، في وورد بنش هنا، خلينا فاكرينه. ماشي، كان في زرار سيبريت للمستحيل. سيبريت يا واد انت. هلا كومباين، كويس انت قلت لي حاجه زي دي عشان ايه ما نتعبش. ماشي، احنا كده معانا نيل جن، تمام، يعني معانا مسدس مسامير. اوكي، انا عايز انزل الكاميرا تحت شويه كده، صغيرة السيكه صغيره. ماشي، ليه؟ عشان بس ايه، استنى، عشان بس ايه، تشوف. طب ينفع تقفل شات اليوتيوب؟ لا مش عايز، انا عايز اعمل الاستريم مرتاح، ولا عندي اطفال ولا عندي اي حاجه. انا يوتيوب ده حذرت عليه مليون مره، بدل مره مليون والله. خدوا كام فرصه؟ تلاقي حماده بيزعق لبدريه، وبدريه بتقول له اقول لامي ومش عارف ايه. يا عم فكك، في ايه؟ استنى، ماشي. المهم خلونا نكمل، اعتقد كده الكاميرا هتبقى احسن شويه عشان في حاجات لازم تشوفها بتبقى فوق وكده. في هنا باب متسلسل، احنا في الصحراء، فينا حفره. حفره ما فيهاش حاجه. اوكي، طب احنا دلوقتي معانا مسدس والبرطمان والزيت. البرطمان ده اكيد هنمسك فيه الفراشه مليون في الميه. ف هي الفراشه دخلت جوه، بس في نفس الوقت في على الشمال كده جرين هاوس عايزين نبص عليه. ال اوكي، انا بس بتاكد، بس خلاص خلاص بتاكد، خلاص ما نطيقش، اتاكد بس. اعتقد ان انا عارف المسامير، مسدس المسامير ده هيتعمل بايه؟ اعتقد هنا عندنا في جنينه. ايوه هدى، خدنا زي شغل. ايه ده؟ ده ايه ده؟ روتيت. اوكي، اصل هو اللي عمل اللعبه قال يلعب اللعبه دي بتاع هو، هل لازم ابدا بدي؟ استنوا، تقريبا لازم ابدا باللي هي، لا مش لازم دي كده. ماشي، ودي هي دي كده اكيد، ودي كده اكيد. هو في حاجه ناقصه صح ولا دي غلط؟ اوكي، هي مسكت دلوقتي. ايه يابا؟ ايه يا جماعه الصعوبه دي؟ ده اصعب من حياتي. في ايه؟ يعني دي ازاي؟ فهمت. لا ما فهمتش، لا ما فهمتش، هي دي كده صح. الفكره ان دي غلط. ازاي يا شباب؟ ازاي يا شباب؟ في جزء ناقص صح؟ بس هل الجزء الناقص ده يعمل كده؟ اصل ازاي الجزء الناقص يعمل كده؟ ازاي دي جايه كده؟ ازاي دي مش عايز تيجي تحت؟ نرجع لها هنشوف. ما انا حاولت اعكسها ما عرفتش. البصل دي ينفع اخدها؟ اصل انا امبارح اكلت سلطه من غير بصل، فكنت بكلم الواد فيبو اقول له السلطه من غير بصل ملهاش لازمه بصراحه، بتركبها غلط، ما هو مش بمزاجي.
اوكي انا هحفر هنا، طلع لي مفتاح. القطه جمجمه القطه ايه؟ انا مش عارف ليه تقتقت بس جمجمه القطه ايه. صح 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 اصل انا بنقل العنوان من السنه اللي قبلها عشان ما اوجعش دماغي، فاحنا فعلا 45 مش 44 صح. انا غيرت واحد رمضان وما غيرتش دي. ماشي صح، برافو عليك، شكرا ليك. ماشي نكمل. طيب معانا نيل جان ومعانا مفتاح. مبدئيا كده النيل جان انا شاكك في حاجه، تمام؟ ايه ده؟ Do you want to change the walking speed؟ فالله ده انا خليته يمشي سريع. ايوه كده. اوكي. هنا هل ينفع استخدم ده؟ لا، كنت عايز اصلح دي بس ما عرفتش. اوكي. الفراشه راحت فين؟ الفراشه راحت فين والله؟ انا ما خدتش بالي الفراشه راحت فين. ما علينا. طيب. معانا مفاتيح تقعد من الشباك؟ هنقعد بقى نجري ورا بعض؟ ده مش مفتاح ده. ايوه فتحنا ده. جواه في القطع اهي. بابا اتمنى ان انت ما تفتحش الدرج ده ابدا، لان انت لو عملت كده انا هقول لماما زي ما قلت المره اللي فاتت. وهي هتهزقك. بطل تاخد العابي. تطلع بقى في الاخر واحده قتل ابوها وامها صح؟ ايه دي بقى؟ هاندل. For some reason I know that it's made of brass and mother of pearl even though I don't know what those things are. بتاعي دي معموله من النحاس وحاجه اسمها ام اللؤلؤ. ام اللؤلؤ دلوقتي بيشفط النت. اتفرج على يوتيوب بعد ما ينزل. بس بصراحه مش هضحي بمزاجي وروقاني عشان مشاهدات يعني. الناس في يوتيوب انا بجد 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 بدل الفرصه مليون فرصه. مين ام اللؤلؤ؟ ما اعرفش يا عم هما كاتبين كده. ف فيكس. انا عايز اقفل الشباك ده، ينفع؟ اوه اوكي اوكي طب الشباك ده ايه ده؟ ما بيفضلش مقفول. استنى عايزين المسمار بقى. ها اوكي كده الشباك ده اتقفل. ماشي بس خلينا بس نروح للتمثال ده. بسم الله. انا بقى المفروض ان انا حطيت دي بس خلينا بقى نظبطها واحده واحده. ماشي مبدئيا دي لا دي ماشي دي هل دي ينفع تتحط هنا؟ ما ينفعش صح؟ هو ينفع الحاجه تتحط غلط فاهمين؟ فده دي حاجه مهمه ان الواحد يعرفها. انا شايف ان دي مكانها كده صح ماشي ودي بس ازاي دي كده؟ ازاي دي كده؟ طب هنخلي دي كده دلوقتي ماشي. هات دي المفروض تبقى هنا. شكلها صح. مش مظبوطة 100% بس شكلها صح. هي تتعمل لوحدها. غريبة قوي بصراحة. ماشي. جات لي لؤلؤة. اكسلنت. شكرا. هو مين بيكلمني؟ تيك. فدلوقتي هحط دي كومباين مع دي. في ايه؟ ايه ده؟ لينس اوف تروث. Well done. عدسة الحقيقة. ايه ده؟ شكرا يا ماما. لا لحظة. في حاجة في النص، قصة أو حاجة. الرسمة على اليمين دي البنت عاملة اكس على القلم الرصاص واكس على الشوكة وحاطة البتاع دي وكاتبة شكرا يا ماما ومكتوب دي واحدة من أول الألعاب اللي عملتها بنفسي لما بدأت إن أنا أدرس السحر والشعوذة والألكيمي. من خلال الازاز ده انت ممكن تشوف الحاجات اللي مش ظاهره للعين. انا عرفت بتاعتي انا استخدمها في ايه. هي سهله جدا في استخدامها. كل اللي عليك تعمله ان انت تبص على حاجه من خلال العدسه وتحركها بالراحه عشان تكتشف الحاجات المخفيه. هي معموله بس من جزئين وبيستخدمها الناس المبتدئين، بس انا فخوره بيها عامه يعني لان انا عملتها بنفسي
ولما انا تميت 5 سنين عملتها بنفسي لما تميت 5 سنين اوكي، عشان اعملها اخدت قطعه من الكوارتز ونظفتها ودعكتها كويس لغايه ما بدات اشوف منها النور، وبعد كده بدات اشوف منها الحاجات المخفيه، وبدات انقل الطاقه للازاز. وامي خليتني اخد الهاندل دي من مرايه قديمه كانت عندها. لما ما بستخدمش العدسه دي بفكها وبخبي الهاندل في حته، وبخبي ال وبخبي ايه؟ In the drawer where I keep things for bones the cat. اوكي بتخبيها في درج القطه يعني. Christian for Thea. اوكي I only know how to move the arm so that won't be able to take it from me. موهاهاها. البت دي مجنونه على فكره. البت اللي بتكلمنا مجنونه تقريبا امها ميته وبتكره ابوها، في حاجه غلط تقريبا. طيب عندنا برطمان هو ده ايه؟ recipient full. اوكي دي ازازه مليانه سائل اخضر مصفر لزج. اوكي اوكي بس حزينه ما نعرفش، بس انا اعتقد العدسه بتستخدم هنا. lens of truth شفته؟ ماشي مع بدوس اهو. فهنعمل كده هنكشف حاجه اهي. ماشي وبعدين هل خلاص كده؟ واحنا لقينا علامة واحدة مش متأكد ده معناته ايه، بس خلينا نخش هنا كده. الفراشة بقى، الفراشة دي لو طلعت بره، طلعت بره ايه بقى النظام؟ تعالى نجيب دي كده؟ ما ينفعش انزف تروث في دي. طب الباب ده ايه نظامه؟ الباب ده الباب ده خلاص ما ينفعش اعمل فيه حاجه، فاهمين؟ طيب السائل الاخضر ده هي الفراشه بتقف في حته؟ مش السائل الاخضر ده ممكن يكون لازق بما يكفي ان هي ان هو يثبتها؟ ولا ايه؟ ده بلوكت؟ ولا السائل الاخضر ممكن يستخدم هنا؟ لينس اوف تروث اوكي. اوه اه واحد اه بس احنا ما نعرفش الارقام ايه. انا برضه عدسة حقيقة، لعل وعسى نلاقي حاجة. لا مفيش حاجة هنا. اوكي احنا لازم كل حاجة شفناها نبص على عدسة الحقيقة فيها. طيب الساعة ماشي. طيب خلينا نشوف. There is a strange painting in the dining room and it seems. Some of the keys have symbols on them like the ones from the first page of the notebook. Okay, but small ones don't have anything. If I want to do something with the piano, I probably need to keep searching. Okay. احنا لسه ما ينفعش نستخدم البيانو دلوقتي. اللي في الصورة بيانو، قول والله. قول اقسم بالله. اللي في الصورة بيانو يا صاحبي؟ لا يا اسطى، لا لا ما تهزرش. لا يا اسطى ما تهزرش. ما تهزرش. ايه يا صاحبي؟ ده جيتار. انا عارف يا اختي. طب انا بس بتاكد بس لو في حاجه هنا ولا هنا. هنا تحت مفيش حاجه. اوكي اضرب كفك كده. yeah. اوكي اللعبه بالنسبه لي بدايه جميله للعوده، عشان اسمه ده، عشان على الهادي مفيش رغي قصة عميقة. اوه لينس اوف تروث صح. اهي اوكي. The pansy is a hybrid ornamental plant obtained from the wild species of viola مش عارف ايه.
it belongs to the villa, مش عارف ايه. The first documented example, okay, the first one overlapping into overlapping upper petals, two side petals. ايه ده في ايه؟ لا لحظة 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 لحظة، دماغي ليجت مش شرح. الوردة دي فيها حاجة عايزين نرجع لها بعدين. هو انا كتبت نوتة، استنوا كده. With the lens of truth. ايه ده؟ I can see. ولا كيف واحد عامل سبسكرايب؟ يا استاذ شكرا جدا على السبسكرايب، فلوسك ايوه رايحة لاخواتنا الغزة ان شاء الله. With the lens of truth. صح؟ I can see غربة. What it says on the faded pages. Okay, turns out that book is entirely a flower. اوكي يعني الزرعه دي من الاخر. I know what to do man. I know what to do man. عايزين ناخد ورده تمام، والورده دي نحطها في الفازه، والفازه دي نلزق الورده اللي فيها. اهي الورده، اهي الورده. في ريحه بصل. مين بيطبخ دلوقتي؟ اتسحروا ايه النهارده زي؟ اتسحروا ايه؟ انتوا كده صليتوا تراويح النهارده ولا هتصلوها بكره؟ نويس. طيب عايزين بقى فازه او حاجه نحط فيها ال، عايزك تصرف ليا تقول فازه. الورده دي لحظه كده. كومباين؟ لا. طب هل ينفع احط ال، ينفع؟ ما ينفعش. I think I'm gonna put maybe I can. طيب لحظة كده، لحظة لحظة لحظة، هو أنا عايز أعمل حاجة بالورد ده. لحظة كده يا جماعة معلش، ثانية واحدة ثانية واحدة بس. تستاهل والله. أيوة الورك بنش. مش في الورك بنش. احنا في حاجة عايزين نعملها بالورد ده قبل ما الورد يموت. طب ده ما ينفعش. طب الويندو دي، الويندو دي ما ينفعش نعمل فيها حاجة. هو الويندو دي ينفع اقفلها؟ ينفع. اوكي انا قفلت الويندوز اللي جوه. اوكي 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 اوكي. انا كنت فاكر الشباك التاني ده ما يتقفلش. هتتسحر فراخ؟ ما هذا يا اخي؟ ما هذا يا اخي الكريم؟ ما ينفعش اقفل باب الاوضه دي ورايا. انا عايز احطها اهي يا عم. لازم يعني من الزاويه دي. ماشي. الورده ايه؟ الورده ايه؟ انا رز وفاصوليا. انتوا ايه يا جماعه اللي بتسحروه ده؟ ما حدش بيسحر كده باول يوم يا جماعه. تعطشوا وهتتعبوا. باربيكيو السحور. ايه ده؟ ماشي. ايه فيش فراشه؟ مسكنا فراشه. تقول لي جميله مش كده؟ تقول لي فراشه جميله. الغزه. ماشي. ايه ده انا بعمل ايه؟ هو الباب كان فوق صح؟ بتقول لي انا محتاجه الجمال، اديني الجمال. في ايه؟ تقول لي برافو بس لسه ما خلصناش. انا بس خدت الثمنيل بتاعتي بس. هو قال ايه طيب؟ قال ايه ده؟ استنوا كده. اصل اللعبه دي شكلها من عندهم هم، فممكن يكون بيقول لي عجبتك اللعبه فاهمه. استنوا كده. هو احنا رجعنا تاني مطرح ما بدانا. What language does he speak؟ بيقول بيتكلم لغه ايه؟ عربي.
يا بنتي ترجمي يا بنتي الكلام قبل ما تخش كده، ردوا عليه قولوا له عربي وانجليزي بس، يمكن يكون مهتم بحلول اللعبه. طيب هو انا هجمع كل الحاجات دي ولا لحظه؟ هو دلوقتي ايه بتقول لي؟ جيب لي ديترمينيشن او المثابره. اوكي ديترمينيشن يعني حلزونه. المثابره يعني حلزونه، هو اصلا عربي بيستظرف يمكن، بس مشاهده. نقول الحمد لله يجي حد كده ولا كده يقول خد يا استاذ احمد اعمل لنا اعلان كل عيش بما انك موقف شهرين، نقول الحمد لله. انت بتاع كده برضو الحمد لله. لا انا عايز تصالح مع الزيت بقى يعني، فاهمين؟ واحده واحده، يمكن واحد بيستظرف نفهمه ما يستظرفش تاني. ايه الباب ده اتفتح؟ الشطافه. طب ايه انا محتاج صمام، محتاج صمام. بتصحر صدور فراخ، بتصحر بالصوت. طب في حاجه تانيه اتفتحت ولا الباب ده؟ لا. اموت لول. الدنيا كانت خريف في المره قبلها. لا صح؟ هي بتدلدق ميه من فوق. ايه ده تاني كده؟ هو ليها رزم ولا ايه؟ لا هي شمال نص يمين، مش هتاكل. طب هل البتاع اللي على اليمين خالص دي اتفتحت؟ لا برضو. طب هل في حاجة جديدة هنا؟ مفيش حاجة جديدة هنا. هنخش هنشوف. اوه خدنا مفك. خدنا مفك. في صمام مية كان على الشمال. طيب الواحد يسرقه؟ فكه يسرقه؟ لا انا مش صوم بكره يا جماعه. فيكس معلش، اللي مش عارف بجد والله ما صوم بكره، انا بحلف والله ما صوم بكره، ما مش هصوم بكره معلش. ليه؟ انا حر يا سيدي، انا حر. طب والله العظيم انا صايم بكره، بحلف. فاكرني اخاف يعني؟ بكره مش صيام في رمضان. طيب المفك ده ايه طيب؟ الباب ده اتفتح منور اهو. مش تقولوا لي البت دي مالها طالعه من ادفنشر تايم كده؟ ماشي. ايه الكوره دي؟ اوه كل شويه تطلع صوره غلط. هو دي اعاده رسمتي للصوره اللي هناك؟ Look through the lens, the painting change the light. I'm going to draw it here. It might be okay. في بيت دراجون بول في نفسها. ماشي فين كتاب؟ ايه ده؟ هو ده بتاع البيانو؟ ده ترتيب حاجات البيانو؟ ولا ايه؟ في ازايز هنا بتاعت هوت وانز. في حاجة هنا. سرقت حاجة، سرقت ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ رونيك كي. مفتاح. اوكي. رونيك كي. I don't have any problems. ده مفتاح هي البت عاملاه عشان يبقى زي اللوك بيك. ده هي وابوها وامها. بس طبعا ده هنا بيعملوا هالوين، كلام هالويني. طيب تعالى نفتح بالرونيك كي كده. ده محتاجه
ماشي، خلي ده للاخر وده كده وده للاخر، بعد كده ينزل ثلاثة. هو ايه كمية البنز اللي بتحصل في الشات دي؟ في ايه؟ ايه ده؟ هو ليه خبان عشان بيكتب بحبك؟ في ايه يا جدعان؟ مودز رمضان كريم، رمضان كريم، تمام؟ رمضان كريم اللي قبلها تايم اوت وحذره، رمضان كريم، رمضان كريم، نخف على البنز شوية، مش كل ما ابص عشان تلاقي واحد معمول له بان، رمضان كريم واحدة واحدة كده على الناس، شهر الخير، ماشي؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، أوكي تعالوا نجرب كده. أنا ما فاهمش تقريبا الاثنين دول. في حاجة، في حاجة. طب دي نزلها ودي نزلها. طب بص بص بص، دي واحد، دي واحد اتنين، دي واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة. اعمل ايه؟ طب استنى، في فكرة في دماغي. تقريبا فهمتها، تقريبا فهمتها. استنى كده، دول صح دول غلط، دي تزيد واحدة ودي تزيد واحدة. ها فهمتها، بس هي مقرفة شوية. بيرني ماربل فالي، انجل ايلاند، ميستي ماونتن. بيرنينج ماربل فالي، انجل ايلاند، ميستي ماونتن. لا مش كده، كده صح ولا ايه؟ استنى كده. Distill our memories and you'll find. اوكي اوكي اوكي. You'll be happy. I was able to. We also really like that. We tried near the burning. But we both agreed that the rum from India was the best for the trip. Oh, do you remember that? Liquor gave us a million. We only look one time. Liberant Sea Mystic Cave. Burning Angel Misty. Burning Angel Mountain Seas Cave. Burning Angels Mountain Sea Cave. Okay. أنا حاسس إن هي المفروض صح. أنا حاسس إن هي كده المفروض تكون صح، أعتقد يعني. ولا إيه؟ ننقلها نعكسها، نعكسها. استنى بتاع الكنترول دي مزعجة شوية يا عم. ماشي برضه ما ظبطتش. نوت بوك. استنى كده. Something strange is going on. Before I wake up and I keep hearing the voice and it doesn't have the magic key wasn't found. It must be some. اوكي هنرجع لدي، هنرجع لدي. تعالوا ما نمسكش فيها ايه عشان وقت البرنامج. اوكي في حاجة تانية كمان هنا. Temperance and discretion. انا هكمل لعب والكلام ده حين العقوق. يا لهوي حين العقوق. ده انا بلوكت هنا اصلا، ده انا مزنوق هنا. انا مزنوق هنا. Interesting. Okay. ايه ده؟ لحظة. هنا X، هنا V.
هنا واحد تقريبا ولا ايه؟ استنى كده، دي الادمان مش عارف ايه، دي الحشرة، دي الحاجات دي، فين الورق اللي احنا لقيناه؟ ايوه بص بقى، 2 سبتمبر انا عرفت ان ابويا اخد كل اللعب بتاعتي وانا في المخيم. النهارده بالليل انا هاخدهم تاني واخبيهم في مكان ما حدش هيلاقيهم فيه. 3 سبتمبر انا خبيت كل اللعب بتاعتي وكنت هتقفش، وانا في المكتب بتاع بابا حسيت ان انا سمعت صوت خطوات رجلين، وبسبب ان انا معيش تعويذة التنقل او اللي هي تتنقل من مكان للتاني، انا كان لازم بسرعة اعمل طقوس تقفل الباب عشان امنع ابويا ان هو يدخل. مع اللعنة دي في مكانها انت اللي اوكي عرفت تخش وتستخبى. Simple for temperance. At first I tried to do it with discretion, but I got nervous because of the fact that I didn't do it right. I think I moved something on the other side of the door anyway. In the end, nothing happened. Okay, I don't think. Temperance with discretion. Temperance with discretion. فين temperance؟ Discretion هي العلامة دي، و temperance هي العلامة زي الكروسي. ماشي، لحظة كده. لا انا ليه موبايلي بيعمل اصوات؟ ماشي، temperance فين؟ temperance وdiscretion فين؟ استنى بص تاني كده، في علامة فوق الباب، في علامة فوق الباب فعلا، بس اعتقد خليني بس اسكت الموبايل، اعتقد مالناش دعوه بالعلامه اللي فوق الباب دلوقتي. ايه ده؟ انا ماليش نصيب والله يا عم، اللعبه مش محتاجه فهم. طيب العلامات، هل دي هو في واحدين، في ده وده، ماشي، وفي نفس الوقت العلامات اللي احنا بنضغط عليها هي العلامه دي والعلامه اللي هي مثلث لتحت مفتوح وخط. بس مثلث تحت مفتوح وخط مفيش، هو ده مثلث تحت مفتوح، خط مفيش، والتانية صعبة شوية، ودي برضو حلها صعب شوية. هو مكتوب فيها ايه؟ استنى اقول لكم. ايه ده ايه ده ايه كل ده؟ مكتوب فيها عزيزي المتابع، اوكي او زي بت... اوكي the rum was McDonald's wasn't it also really like the مش عارف ايه cherry snaps near the burning marble valley. ماشي اوكي misty mountain خليه مين خالص؟ كليف توب. اوكي خلي البحر على الشمال خالص. هو ليهم ترتيب حسب ايه الاحسن؟ ف الانجل ايلاند على الشمال خالص، بعديه اعتقد البحر، بعديه النار. يعني بص ده اقل حاجه، دي اكتر حاجه، بعدين دي، بعدين اعتقد دي هنا. لا مش كده، استنى دي، بص دي اوحش حاجه ودي احسن حاجه اكيد. ماشي خلينا جبتها كده، عملتها، انا نجحت. اوكي لقينا دلوقتي الكوره، حلو خدنا الكوره اللي هنا. لا انها مش اكتر حاجه حبوها، ما تهبتش الكوره دي تقيله وبتلمع جامد. طيب هل استفدت بيها حاجه هنا؟ لا
اوكي طيب، يعني الحاجه الوحيده اللغز الوحيد اللي عندنا ناقص دلوقتي هو اللغز ده. ماشي ركزوا معايا بقى ايه، عشان ده محتاج تفكير شويه برضو. دلوقتي احنا عندنا كتب، تمام؟ حل الكتب هنا. اوكي from the room or if I use some green books from my desk to form the symbol of temperance. اوكي temperance يا جماعه هو اللوجو الكروس ده، تمام؟ فاحنا عايزين نعمل اللوجو ده بطريقه ما من الكتب دي، فنعمل خط من دول مع انا عايز خطين. استنى النوت بوك. temperance ده temperance. اوكي شايفين اللوجو اللي فوق على اليمين اللي هو خط وخط كانه اي؟ ايوه اي مفتوح من تحت من فوق، هو اي عاديه واي مفتوح من فوق. هل في اي مفتوح من فوق؟ انتوا عارفين انا ببص على ايه صح؟ بص على الكتب الخضراء في جنبها كتب عاديه، فده اللي انا ببص عليه. فكرة انا حاسس ان في حاجه ناقصه انا مش شايفها. انا عايز نفس الورقه تاني كده، ولا احنا عايزين نعمل علامه الديسكشن اللي هي العلامه دي؟ طب استنى، طلع الكتاب ده، طلع مع ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده لا. استنى استنى شيل لي ده. دي انا مسحول فيها. دي انا مسحول فيها شوية. بص يا جماعه هي اتكلمت عن علامتين، شايفين العلامه اللي هي اسمها ديسكريشن اللي هي شايفين الخط اللي بيمشي بتاعي ده؟ في العلامه دي وفي العلامه دي تمبرنس، فهي بتتكلم عن العلامتين دول. فهل مثلا ده مع ده وده وده برضو لا؟ في حاجه تانية في الاوضه عايزين نشوفها او نعملها؟ نغشها. هي التمبرنس. ايه ده في ايه؟ ليه دخلوا لجوه كده؟ اوكي ولا ما نغشهاش ولا ايه؟ نو طب فكروا بقى، فكروا معايا، ما تبقوش كده تتفرجوا من غير ما تعملوا حاجه، لان احنا مش هنقعد النص ساعه ال 10 دقايق متبقيه هنا، عايزين نعمل حاجه. انا اللي فاهمه ان احنا عايزين نعمل علامه، فدي جزء من العلامه تمبرنس. الجزء التاني فين بقى؟ مش دي. ولا دي. لان انا مش شايف خطوط بالعرض في اي حته. تايم تو تشيت. ليتس جو. اول يوم في رمضان. لا ده احنا لسه قدامنا تلت ساعه. لسه قدامنا تلت ساعه يا جماعه. ليتس جو. لا 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 بتغششني حاجه غلط انت كده. احب اقول لكم يا قلبي في واحد منزل الفيديو وهو بيخلص اللعبه كامل. طبعا اللي بيخلص اللعبه كامل دول يا جماعه بيبقى معاهم الحلول كلها، فبيخش يزعلك الحلول كلها عشان تعرف الاجابه ايه وخلاص، فاهم؟ بس الفكره مش في كده، الفكره ان الحته اللي احنا فيها دي هو وصل الفيديو ساعه وتلت، تمام؟ الحته اللي احنا فيها دي هو وصل لها في الدقيقه، استنى بحاول اوصل لها، في الدقيقه 17. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لحظه واحده،
احنا فاهمين الموضوع غلط خالص تقريبا. ده هو يقصد حرفيا بالكتب نعمل الشكل. لا اللغز ده ما عجبنيش. اللغز ده ديستراكتنج شويه. انتوا فاهمين كنت اعمل ايه؟ هو عايزين نعمل ايه؟ كويس انا بصيت، ما كنتش افكر فيها خالص. شهر رمضان بقى اللعبه دي. لا بمزح بمزح بمزح. طب نروح نفتح البتاع اللي هناك. لا بكره بكره هنشد حيلنا، خلي بالك انا النهارده مش نايم. النهارده مش نايم. فبكره ان شاء الله، اوكي. تعالى نفتح بقى الباب ده. قصدي البتاع ده. اوكي. دي خلاص. ودي انظامها. دي ليها تايمينج. لا مكمله صح؟ الحمد لله. لا جميل. ليتس جو ايزي من اول مره. خدنا مصفى دي ولا ايه؟ دي مصفى فعلا. اوكي كده فتحنا الباب اللي هنا. تعالوا بقى نروح على التمثال بتاع البنت اللي في الجنينه نشوف لو ينفع نديله بتاعي. هو الباب ده كان باب مفتاح برضو؟ كان مقفول؟ ماشي. ماشي فاضل بس اللي على اليمين خالص. حلو بقينا خبره. ما انا بقول لك يا ابني، بس في الاول بس بنمشي بالراحه بعد كده بنزرب. ايه ده المكنسه دي؟ عندي كنت اسمها هنري. اكتبوا هنري في جوجل هتشوفوها. كنت بستخدمها في بريستول. ايه بريستول؟ والله هي هنري. طب احنا خدنا ايه؟ كان نو بايكربونيت. في خدنا علبه صفيح فاضيه. بتبص لك على فكره، انا كنت ببص لك في الحقيقه برضه. ايوه استعلق. ايوه هو دي كانت باب ولا ده كان؟ ماشي، تعال نشوف هنا ممكن نعمل ايه؟ ايه ده؟ لحظة واحدة، يعني البتاع ده كل ده ليه مفتاح؟ أنا فاكره ورك بنش وهنستخدمه بقى وهنعمل بيه حركات وبتاع. واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين. أوكي. بعد كده دي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية ودي كده. بص. كنت هجيبها من أول مرة وتحس إن أنا جامد. شعرك وحش. ماشي يا اسطى. لحظة واحدة يا جماعة. في داهية. نيكست. خدنا صمام الصنبور. خدنا صمام الصنبور ده يا جماعه. ده اللي كتب لي شعرك وحش ده الشخص اللي بعدين يقول لك هو يعني ماليش حق اقول رايي وهو مش فاهم ان رايه ما يتقالش في شكل شخص تاني من غير ما يطلبه، فاهم؟ ده الشخص اللي شايف ان دي حريه تعبير بس مش فاهم حريه التعبير تمشي ازاي. يا اسطى التمثال يا اسطى مش هيطير على فكره، مش هيطير التمثال. طيب ميد كيت فيها ايه؟ تاني فيها لصقه لونج فابريك. اوكي قماشه كبيره او قماشه طويله. طيب الفكره ان احنا لغايه دلوقتي ما شفناش الحلزون اصلا. شعرك جامد قوي ومشطشط. مشطشط دي كلمه مريبه قوي، مش مهتم مين اللي بيقولها. كلمه مشطشط دي كلمه مريبه قوي والله العظيم. شعرك مشطشط دي كلمة يعني صص قوي. طب اديها الكرة على طول يعني؟ اديتها لها.
بس المفروض تبقى ايديها مرفوعة. ايوة وايدها التانية بقى ايدها في ايه؟ اه يا هترفع واحدة بس يعني؟ فتحنا مخبأ سري. Let's go. Well done. تقول ايه برافو. انتوا فاهمين ان الدمية دي طالما بتتحرك كده تبقى البت فعلا بتتحكم فيها؟ انا لسه واخد بالي. لحظة انا هقفل دي بدي. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ السائل الاخضر. ايه طيب؟ استنى كده. تيجي 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 نعمل كومباين لده وده. ينفع؟ طب حضرتك عايز مني ايه طيب؟ انا اسف. والله ما اقصد. طب اعمل ايه؟ اوه ايه ده بقى؟ سترين و ستيكي تيب. ايه ده عامل بيه ايه؟ ايه ده؟ ايه ده مش ايه ده؟ انا عمري ما كنت افكر رهبت دي. انا عمري ما كنت افكر في كده ابدا. فالمايه هتطلع في اتجاهات. ايه ده؟ لا ايه ده؟ ايه الهبد ده؟ استنى حطيت المصفى كده تمام؟ العصفورة مسكينة أوي. ماشي بعدين بقى بتطرطش مية وبعدين خد العصفورة. ايه ده الحلزونة طلعت؟ ايه الحلزونة؟ طب عايزين نمسكها بقى. حطيتها في الصفيحة. جاي 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 تقول لي انا عايز البتاع دي. الفكره ان اللعبه دي هي تعتبر اقل لعبه كريبي موجوده معانا في رمضان ده طبعا، بس انا قلت ابدا هادي معاكم بعد كده انه دايسين في التقيل جدا ان شاء الله. فان شاء الله تتبسطوا ان شاء الله. دي هنحاول نخلصها النهارده او بعد بكره. آه سوري بكره او بعد بكره. ده الحلزونة. اللعبة كريسبي. المهم يعني البت فعلا ساحرة واخدين بالكم؟ اي برضه هنصحى تاني واحنا في البتاع وهتدينا حاجه جديده. بتقول دلوقتي جاب لي الذكاء. اه هنا بقى نعطل، هنا بقى نعطل خلاص. اصحى يا كليم. هو ده كليم ولا مين اللي كليم؟ طيب ايه هو الذكاء؟ انتليجنس العنكبوت. اوكي عايزين نقفش عنكبوت. مشكلة كبيرة. عايزين نقفش عنكبوت. هو الذباب اللي بيزيد ده ايه النظام؟ احنا معانا ايه دلوقتي؟ مفك والسائل الاخضر. اوكي عجبني ان اللعبة كلها شغالة بنفس المكان بس الحاجة بتتغير، وان في حاجه. اه ده انا نسيت الموضوع ده. استنى 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 استنى, استنى. انا افتكرت دلوقتي ليه مش بعمل لكم منبه. افتكرت دلوقتي ليه مش بعمل لكم منبه. التخفيله. انا نسيت التخفيله. لسه 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 شويه لسه شويه. احنا انا شفت ظل حد تحت. عشان احنا في اول الاستريم قعدنا نرغي شويه. انا متاكد ان انا شفت ضرر حد هنا. هتلاقي اه بتاع دي اتفتحت اهي. اوكي في فاس ما ينفعش ناخده. ده في حد كسر السلسله دي. اوكي في هنا دميه وفي
ادينا حاجه دي. يا الله الحاجات دي. لا يطلعوا فكان دي برضه هتطلع بس مش مشكلة. مش عايزين. ايوه هي دي غير اللي انا متعود عليهم على فكرة. هي لو واحدة جنبها كتير يعني دي هتفتح اللي جنبها كلهم ودي هتفتح اللي جنبها كلهم على اساس انا مش فاهم. فنعمل دي فدلوقتي دي هتقفل لوحدها. دي تفتح اللي جنبها. اوكي دي هتعمل عادي. دي هتفتح دول ودي هتفتح دول. دي هتفتح دول. دي هتفتح دول. دي هتفتح دول. دي هتفتح دول. طب افتح دول عادي. اقفل دي. اعمل دي. اقفل دي. اعمل دي. واقفل دي. اعمل دي. واقفل دي. اعمل دي. اقفل دي. فاهمين؟ فاهمين حاجة؟ والله شكلكم ما فاهمين حاجة. لا دي ازاي فتحت بقى دول بقى؟ ريستارت. استنى. دي تفتح الاتنين دول. ودي تفتح اللي تحت في النص. ودي تفتح الاتنين دول ودي هتفتح اللي في النص. ماشي بعدين دي هتفتح دول ودي هتعمل دول فدي هتعمل دول. انا فهمت. انا فهمت. دي هتعمل دول فدي كنا عايزين بقى كده. ماشي هنعمل دول بعدين هنا هنعمل دي. بس دي هتفتح دي. هنعمل دي هتفتح دي. هنعمل دي بعدين هنقفل دي. هنا نقفل دي. بعدين هنا هنضطر نفتح الشمس على اليمين. بس الحلو ان احنا ممكن نقفل دي. هنا هنضطر نفتح القمر ده. بس الحلو اننا ممكن نقفله تاني. هنا هنعمل دول. بس الحلو اننا بس كده نفتح القمر تاني مش مشكلة. هنا هنفتح دي كده. نقفل ده. هنا هنعمل دي كده. نقفل دي. هنا هنعمل دي كده. هنقفل دي. هنا هنعمل دي كده. ونقفل دي. هنا هنعمل دي كده. نقفل دي كده. مرة بتبقى دياجنال مرة بتبقى اسمه ايه ده؟ مرة بتبقى دياجنال ومرة بتبقى فيرتيكال وهوريزونتال وكده. حلو 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 حلو. دماغي مش شغالة. أنا دماغي مش شغالة النهاردة. النهاردة النهاردة يوم أجازة. يوم أجازة التفكير. ماهيش فيه. على فكرة احنا خلصنا نص اللعبة تقريبا. إيه صدق في حاجة أصلا ما بصيناش عليها؟ إيه ده في حاجات كتير أوي ما بصيناش عليها.
يا اسطى انا تهت منك. دي اصعب من حياتي. بقولكوا ايه، دي صعبة قوي والله العظيم، والله العظيم صعبة قوي اقسم بالله. انت لو تشوفه بتعمل ازاي. استنى بص، هو بدأ ازاي؟ بدأ هنا وبعد كده هنا، تمام؟ حلو حلو. بعد كده راح رزع دي، بعدها راح رزع دي، بعدها دي، بعدها راح رزع دي، ماشي؟ ثم رزع دي، ثم ركزوا في كم خطوة عملها. دي يا عم اسكت، هنخلصها ونقفل مفيش تخفيلة. بعدها اللي فوق على اليمين، مش هنعملها بكرة دي. بعدها اللي تحت. ايه ده ازاي؟ ازاي؟ هو ايه الخطوة اللي فاتتنا عشان دي تطلع بره؟ ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ يا عم استنى يا عم، يوتيوب هيستوري، افتح الفيديو بيكشر ان بيكشر، اقفل صوته، حطه هنا، ماشي، ارجع لورا، اوكي. استنى بس، اوكي بص، عمل دي الاول، بعدها هعمل دي، بعدها لحظه ايه ده، دي. يا عم استنى يا عم، استنى يا عم، فين الفيديو؟ اوكي دي الاول، بعدها راح عامل دي، بعدها دي، بعدها جه وعمل دي، بعدها راح عمل دي، بعدها دي، بعدها دي، ثم دي. لحظة ازاي؟ ازاي يا اسطى عملت الحركة دي؟ استنى لحظة واحدة. اوكي اوكي فهمت، اوكي. هو خدع لادع، فاهمين؟ بعدين هنا، بعدين هنا، هنا كده، استنى يا اسطى، لا يا اسطى، لا 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 لا، دوست سبيس بالغلط عشان اوقع في الفيديو. ايه الغباء ده؟ عمل ايه؟ انت عملت ايه؟ ماشي بعد دي السلكان ده، دي الخطوه اللي عملتها طلعت صح الحمد لله. بعدين راح دايس على دي، اوكي. بعدين راح دايس على الهلال ده، بعدين راح دايس على دي. استنى استنى يا جماعه بجد والله. بعدين راح، انا دي كان ممكن نخلص فيها رمضان كله. هو انت بتهبد ده صعب ولا معاك الاجابه؟ عشان انا مش فاهم. لا استنى، انت عملت حاجه انا ما فهمتهاش. بعد دي ماشي، بعدين راح جه هنا وعمل دي. الفكره اللي انا فكرت فيها دلوقتي، هو انا عايز ادخله من جوه ولا اطلعه من بره؟ اللي فوق بعد كده بتاع. اوكي دي، بعدين دي، اوكي. اعتقد الشمس اللي بره والقمر اللي جوه. لحظة، انت عملت ايه يا باشا؟ انت تقريبا عملت دي. لا مش عايز اتقرب، مش عايز اتقرب، استنى كده، مش عايز اتقرب. ايوه عمل دي وبعدها دي، اوكي. عمل دي وبعدها دي، ماشي. وبعدين عمل الشمس دي، الشموسه دي. لحظه ازاي؟
عمل دي وبعدين داس على ده وبعدين هو قدامنا كام ساعة في البتاع دي وبعدين عمل دي وبعدين وقعد يفكر في دي شوية انا معرفش ليه بس لحظة ايه 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 ماشي هو ده سعدي الاول في حاجة غلط حصلت صح؟ في حاجة غلط حصلت صح؟ صح ولا لا؟ استنوا كده تقريبا تقريبا استنوا بقى عشان تقريبا في حاجة غلط والله العظيم طب اندو يا اسطى اندو يا اسطى الله يبارك لك الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك هل في خطوة ما كنا هنا؟ طب لو عملت كده وكده هل كده رجعت الحاجة؟ يعني لو انا عملت كده وبعد كده كده لا ما استفدتش حاجة ماشي استنى بس انا بحاول افكر فيها انا بنفسي دلوقتي لو عملت دي بعد كده عملت دي بعد كده عملت دي وبعدين رحت عامل لحظة هو انا قفلت دي الله علي افتح دي كده واعمل دول كده ماشي وبعدين اعمل دي وبعدين اعملها دي انا بقى عايز اخلي دي ما افتحش حاجة فاهمين حاجة؟ يعني مثلا دي كده بس ايه الغباء ده يا جماعة بجد ايه ده اصعب من حياتي يا جماعة في ايه كده انا عملت دول ماشي مش كده لو دست على الزرار ده وبعد دست على ده انا حلتها اني حلتها اني حلتها الحمد لله If you are reading this, then you're looking for your charm. I'm sorry, but it's not here anymore. I've told you 1,000 times that I can't stand and disappear all about your fresh air. Dad, أبوه مخبي منها حاجة. وسايب إزازة. وهنا في حاجة نضوي عليها. ماشي. حلو. هتقول لي استفدنا إيه بس دي؟ أقول لك شيئا ما. شيئا ما بس انا مش عارف هو ايه ماشي يعني كده معانا ايه دلوقتي معانا ازازة عصير تفاح معانا دمية معانا ورقة بتقول لنا فيها جبل الذكاء معانا بتاعة الزيت ومعانا مفك ومعانا بكرة ان شاء الله عشان نكمل اللعبة لان النهاردة خلاص خلصنا كده بتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بالستريم ده كان ستريم لطيف جدا 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 كل سنة طيبين رمضان كريم بكرة ان شاء الله نكمل اللعبة دي هحاول اخلصها بكرة معاكم ان شاء الله يعني نحاول ان احنا نخلصها بكرة بحيث ان احنا نخش على بعدها لو ما حسيت ان احنا بكرة ما خلصناش ولسه فيها يوم تالت مش مشكلة حصل خير اهم حاجة عندي يا جماعة كله يتابعني على القناة الاساسية يخش يتفرج على الفيديو برضو يكتب كومنت لذيذ يعمل لايك ايا كان بس روح تفاعل مع الفيديو اللي في القناة الاساسية لو انت بتتفرج على الستريم ده على يوتيوب تعالى تويتش يعني تويتش كان فيه 600 واحد بيتفرج خليك 601 رقم 601 يعني فيهم وبس انا بلعب في اللعبه دي انا مش فيها انا بس بتاكد بس في اللعبه ان مفيش حاجه هنا ولا هنا نكتشفها ومش عارف هي عملت سيف ولا لا عايزين نكتشف الموضوع دلوقتي يعني اوه انا لقيت دراجون فلاي
بكره بقى اوريكم الكلام ده. طيب ازاي اطلع بقى من اللعبه؟ سليب سليب، دول عاملين نظام جامد قوي ان انت في اللعبه بتنام بتنام وبعد كده بتكمل. طيب خلينا بقى اتاكد انا لو كملت هيبقى في بقول لكم ايه، انا اخترت انام عشان اوقف اللعبه. وبصوا عاملين ايه، مخلين في اوبشن ويك اب وفورجيت، اصحى او انسى، لو يعني كمل او نيو جيم. جامده على فكره، والله جامده، ده جامد ده. طب خلينا اتاكد بس ان الحاجه لسه موجوده. ويت، بتصحى العروسه، عشان لو مش لسه موجوده انا لازم اجهز الحته دي، يعني لازم اجيب كل حاجه جبتها دلوقتي معايا للبتاع الجايه. استنى بقى، استنى بقى، لا موجوده موجوده موجوده، كل حاجه موجوده. حلو، طيب فاتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بالستريم ده يا جماعه. شكرا لكم جدا بجد على المشاهده العطره. I enjoyed so much. هنعمل ريد لصبح الجيل، تخشوا تكتبوا له رمضان كريم، تدلعوا رمضان كريم. ماشي، انا عملت فوق سيرش رمضان ريد صبحي الجيل، وهشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، نفس الميعاد باذن الله، الساعه 12 بالليل بتوقيت مصر. وبكره برضو في فيديو عندي على القناه الساعه 6 بالليل بتوقيت مصر. فاستعدوا لبكره، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون الصيام عليكم بكره سهل، وادعوا كده انتم صايمين لاخواتنا في غزه، وانا اشوفكم مره جايه ان شاء الله. لاف يو اول، سلام استويا، باي باي، الى اللقاء، باي.